بن سالم بن سعيد الكعبي في الفوتو فينش بعد الإعادة، ودائما الإعادة إفادة. والآن المايك إلى رام صيحة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل، شكرا عبد الله عثمان العمدة على تغطيته في الشوط الماضي. وها هي انطلاقة شوطنا الرابع عشر، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الرابع عشر الخاص مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالإذاعة القعدان هنا لأبناء القبائل ضمن الأشواط العامة. هناك نيسان بترول بيك أب للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نتابع مشاهدينا الكرام مجريات هذا الشوط، نتابع هذا الانطلاق، نسير معكم إلى الصدارة، نسير إلى المقدمة وإلى المركز الأول. نتابع مشاهدينا الكرام، نتابع هذه التحديات الجميلة، نبحر في المراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الكم الهائل أيضا من القعدان المشاركة في هذا الشوط. الصدارة والمركز الأول هماش حماد بن خليفة بن محمد بن سعيد الكعبي من يأتينا على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني ياتي سلهود مبارك بن محمد بن مبارك بن سالم بن خرايط العامري من ياتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والقادم هنا ايضا في هذه اللحظات بهذا الانطلاق الجميل شاهين خميس بن محمد بن مبارك لخيلي هناك ينطلق في هذه اللحظات الى المركز الثالث والى الثاني. هنا ياتيك في هذه اللحظات الشقب القادم لمحمد بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر من ياتي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. الوصول هنا من هتلر علي بن راشد بن مسلم العمري على المركز الرابع وفي او المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسه الاولى، دعناها على حضراتكم في اول ندى للمراكز الخمسه الاولى المنطلقة في هذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الشقب من غير النتائج رأس على عقب في هذه اللحظات لمحمد بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر من انطلق على الصدارة على المقدمة. هماش على المركز الثاني، هماش حماد بن خليفة بن محمد بن سعيد الكعبي من يأتينا على المركز الثالث. ووصل هتلر، وصل هتلر هنا علي بن راشد بن مسلم العمري من ينطلق مع هتلر في هذه اللحظات بهذا الأداء. المركز الرابع يأتينا شاهين خميس بن محمد بن مبارك الخيالي هنا شعار بن حمدش من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل على المركز الرابع مع منتصف المسافة. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مرموق يأتينا على المركز الخامس علي بن محمد بن سالم المدهوشي من ينطلق على خامس مراكزنا. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. هو سيل سيل من القعدان أيضا المشاركات في هذا الشوط ما خلف المراكز الخمسة الأولى. ولكن هتلر من غير على صدارة قاد هذا الجيش من القعدان أيضا لذا هتلر أيضا على الصدارة. هتلر هنا يقود هذا الجيش من القعدان لسيد علي بن راشد بن مسلم العمري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الشقب على المركز الثاني محمد بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر. وعلى المركز الثالث، المركز الثالث هماش حماد بن خليفة بن محمد بن سعيد الكعبي من يأتينا على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع، المركز الرابع مرموق علي بن محمد بن سالم المدهوشي من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس،
المركز الخامس والوصول في هذه اللحظات. هنا القادم العبار خليصة بن عوض بن خويتم العامري من يأتينا على خامس المراكز. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذه التحديات الجميلة. 2 كيلو ما تبقى على نهاية هذا الشوط، نهاية التحدي، نهاية الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وأعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى هتلر، نعود إلى هتلر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. يسيطر هتلر على زمام الأمور وعلى الصدارة. علي بن راشد بن مسلم العمري ضيف قادم من سلطنة عمان يشارك على أرضية هذا الميدان، بينما المركز الثاني والمنطلق هناك هماش حماد بن خليفة بن محمد بن سعيد الكعبي، والوصول من قبل علي بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع متعب محمد بن علي بن سعيد الدرعي، والقادم هنا العبار على خامس المراكز خليفة بن عوض بن خويتم بن بخيت العامري على المركز الخامس. هذه هي الخماسية الجميلة، خماسية التحدي، خماسية الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ولكن هتلر هو المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة، على المقدمة مع الكيل الأخير. افتتحنا هنا أيضا بوابته بهذا الانطلاق مع هتلر علي بن راشد بن مسلم العمري، والقادم شاهين علي بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري على المركز الثاني. المركز الثالث يأتي متعب محمد بن علي بن سعيد الدرعي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هناك العبار خليفة بن عوض بن خويتم العامري، وفي المركز الخامس هماش حماد بن خليفة بن محمد بن سعيد الكعبي. والأسماء قادمة، الأسماء قادمة، الأسماء قادمة، ولكن الصدارة مع هتلر. وهنا القدوم شاهين يتسلل على المقدمة على المركز الأول. شاهين من تسلل على الصدارة، علي بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري من انطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هتلر في المركز الثاني، علي بن راشد بن مسلم العمري، ووصل هنا مطفي عبد الله بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي من يأتينا على المركز الثالث. ولكن شاهين سلام دولة الإمارات، سلام مدينة العين، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، سلام زاخر سلام. اسعدت صباحا علي بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني وصل مفوض على المركز الثاني بهذا الانطلاقة مطفي لعبد الله بن سعيد بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي. هناك هتلر لعلي بن راشد بن مسلم العمري، وأتانا متعب على المركز الخامس لمحمد بن سعيد، محمد بن علي بن سعيد الدرعي. وفي المركز السادس مشاهدينا الكرام قاصد لمحمد بن عبد الله بن علي بن حمد بن هريبة في خامس مراكزنا. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم. نعود بالتهنئة هنا أيضا لمالك شاهين السيد علي بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري على فوز شاهين بالمركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل والتوقيت الزمني 9:22 و5 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل شاهين. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز العيسى بن سلطان السيد علي بن سعيد بن حمد بن حمرور العامري. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان من نصيب مطفي عبد الله بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي، قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:27 بالوفاء والتمام والكمال. أما المركز الثالث كان من نصيب هتلر علي بن راشد بن مسلم العمري، قاطع المسافة في 9:00
27 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين في هذه التحدي.